يلا يا زميلي علي يلا عشان نغني اوبا وراه على حفله ورايا يا مافيا 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 بس مالناش فرقه زي 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 بس من جوايا ليا صافيه 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 وبيضه مية 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 مية. ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقه جديده من حلقات ترندات مصر في خطر. ترند النهارده معانا محمد رمضان و اسمها بشرى. المهم ما علينا ما علينا، النهارده معانا محمد رمضان و التراك اللي اتعمل على الاغنيه. النهارده معانا ترند محمد رمضان وبشرى. بشرى اتعملوا اغنيه اسمها كوبرا بتهاجم فيها محمد صلاح، ديس تراك عليه، يعني اول مره اشوف ديس تراك فنانين، مش ديس تراك يوتيوبر، لا ده فنانين معروف ان اليوتيوبر كلهم بيعملوا ديس تراك على بعض. لما يكون مثلا عايزين يطلعوا ويجوا يزيدوا في المشاهدات شويه او عايزين يعملوا ميوزك فيديو مش لاقيين فكره. لكن دلوقتي انا اتفاجئت اللي حصل مشكله كده وحرب السوشيال ميديا فجاه كده، ده طلع وغنى وعمل ديس تراك والتاني عملت نفس الحوار عشان بتهاجمه اللي هو يعني مغرور وشايف نفسه بقى وكده. اغنيه مافيا من 24 ساعه حققت اكتر من 2 مليون ونص ودخلت دلوقتي على 3 مليون واول ترند، يعني الوقت حاجه عظيمه جدا. وبرضه محمد رمضان زي ما الاغنيه اللي طلعت 2018 كانت اسمها انا الملك، طلعت ترند برضه، هي اغنيه نمبر 1. اغنيه انا الملك واغنيه نمبر 1 اكتر اغنيتين يتهيألي كان عليهم مشاهده. محمد رمضان جاب 100 مليون مشاهده في خلال سنه 2018، وفي سنة 2019 قدر يحقق في 24 ساعة 3 مليون مشاهدة وعمالة تزيد دلوقتي والتعليقات جاية عليها تفاعل كتير. وغير كمان أغاني المسلسلات زي أغنية خلصت خلاص، زي أغنية نسر السعيد، وطبعا محمد رمضان نجح في حاجات كتير قوي زي مسلسلة نسر السعيد، مسلسل حبيشة، يعني دايما هو ناجح في أعماله. برضه كليب أغنية مافيا دي كانت أنا أول ما شفتها حسيت إنه تريلر لفيلم جديد هو يعمله أو في حاجة يعملها جديدة. حتى الكليب اصلا يعني متصور يعني في كروما كتير، في كروما كتير جدا، وفي اكشن وفي شغل متعوب عليه صراحه، شغل عالي. وانا صراحه بقول شابوه لصانع الكليب ومخرج الكليب ومغني الكليب يعني. طبعا يعني كان في شويه حركات كده يعني في الكليب يعني وشعوذه كنا بنفكر ان احنا نعرض الكليب ونعمل رياكت عليه بس عشان الكوبي رايت وما حد وما فيش اي شركه تيجي تمسح لنا الفيديو وما يكونش فيه اي دار للقناه، فحبينا ان احنا نجيب لكم الكلمات. طبعا احنا قلنا راينا في الكليب وقلنا ان الكليب حلو وتمام جدا وفي شغل كروما وسينماتيك. كل كليب محمد رمضان بيتميز بحاجه كده بتبقى ايه اللي مخليه الكليب حلو يعني. ودايما محمد رمضان في اول يوم او في يا دوبك الكليب بيعدي يومين بيطلع اول ترند على طول في اليوتيوب المصري، وغالبا كمان بيطلع في السعوديه بس ساعات ما بيكونش الاول يعني. بس انا مش متابع صراحه محمد رمضان في الترندات دول العالم. ومشاركين في الاغنيه فرقه المدفعجيه، هم المهندسين الصوت وعاملين التوزيع والموسيقى ديزل. فمعانا الكلمات بتقول مافيا مافيا مافيا، ما بخافش من حد ولا عمري هكش، واي حد هيواجهني هاخده وش لو على الدبان كابتن. ما بخافش من حد ولا عمري هكش، واي حد هيواجهني هاخد وش، ما دام على حقي اخد حقي معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفرش. طب بقول لك ايه؟ دي بس افتح كومنت اعمل ريفرش واجيلك. يا ابني تعالى يا ابني مفيش. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام الساحه بتاع شعب. كلام مهرجانات صح؟ ديزل اللي هو اصلا يعني فرقه المدفعجيه فرقه شعبيه مشهوره، فهي اللي عامله له ايه يعتبر الكلمات. بالحب الدنيا تمشي، بالحب الدنيا تمشي. طب اعرض انت عليا الكلام. بالحب الدنيا تمشي، بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد معاك. انت عارف الكلام ده اللي انت ما سمعتوش بس. انت عارف الكلام اللي ما اتقالش يا عم، ما هو ما اتقالش اصلا يا عم، ازاي انت عايز ايه؟ في الحياه فعلا مبدأ تمام. اسال علينا يا ابني لو مش مصدقني. مش قوي قررنا ان احنا نعمل بيت بوكس عن اغنيه، جبت كلمات الاغنيه ومش عارفين نقول اصلا حاجه على الكليب، فقلنا نعمل فكره جديده كده، عايزين نعمل بيت بوكس. يلا نجرب. يلا مافيا. ايوه مافيا 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 مافيا. ما بخافش من حد ولا عمري هكيش، واي حد هيواجهني هاخد وش، ما دام على حقي هاخد حقي معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل فريش. قصدي واعمل ريفرش. بالحب الدنيا تمشي، بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبه ما تعقدهاش، وبلاش تعمل محبه اوبا اصل التانيه كمل اخر ليها ناسها.
والناس اللي بتتنك انا بديها فوائد. بس كده الفيديو خلص. ممكن يكون فيديو صغير شويه بسيط جدا وسريع جدا، بس حبينا ان احنا نعمل يعني نقول لكم ايه الاخبار، يعني نغطي لكم. هو يعتبر احنا ما غطيناش كل الاخبار، لكن حاولنا نقول لكم ايه اللي بيحصل. بس رغم ان احنا مش فاضيين، بس بنحاول كمل. يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه 2019 ده فيديو كده ممكن يكون ارتجالي شويه، بس ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. لو الفيديو عجبك اوعى تعمل ديسلايك، اعمل لايك. بس يا حبيبي خش في اخر كليب نزل بعنوان واحد ثاني 2019 بعنوان فلسطين. ان شاء الله الكليب هيكون عجبكم، وشكرا لكل واحد بس شكرا ديسلايك على الكليب. شكرا تسقيفه لكل الناس صراحه اللي دعمونا. بس ان شاء الله بدعمكم ده ان شاء الله ان شاء الله فيديوهات لما نتطور ونعمل ان شاء الله ننزل بميوزك فيديو بس اقوى ان شاء الله، امكانيات مايكات اعلى وكده. فبس كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. كان معكم ايه بي فيديو. سلام.